لكم عليكم سلام. مشاهدينا أهلا بكم. تحضير الحلويات التقليدية والعصرية بطريقة صحية هي فكرة راودت السيدة وليدة التي قررت أن تتخلى عن العديد من المواد التي لها أضرار على صحة الإنسان وتستبدلها بمكونات طبيعية، فأسست مشروعها الخاص في هذا المجال وأبدعت في إعداد هذا النوع من الحلويات. سيدة وليدة مرحبا بك معنا. الله يسلمك، مرحبا بك انت ثاني عندنا. الله يسلمك. اذا سيدة وليدة، انت مختصة في صناعة الحلويات على الطريقة الصحية، احكي لنا كيفاش جاتك الفكرة باش تبداي هذا المشروع. بديت الحلوى صافي يعني واحد 30 سنة ملي بديت حلوى يعني في الدار، ونحبها ونحب ديما ندير هذه الحلوى، ما مندير عند الناس معليش، المهم نلقى مناسبة وندير فيها الحلوى باسكو نحبها بزاف. ومن بعد فورس يعني نخدم جديكو بوكو دو تخيك كيما قلت لك، سورتو على الطريقة الصحية. وليت نحوس نسقسي واش الدورة مارغارين، واش الدورة هذا السكر، اسكو نقدروا نقصوا ما نقصوش، واش يدير اشاك فوا نتعلم حاجة جديدة. سيدة وليدة، وشنو هي أهم المكونات يعني اللي تعتمدي عليها في صناعة هذه الحلويات الصحية؟ باش نلحقوا الصحي 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 غالي، باش نروحوا يعني الصحي الصحي غالي غالي بزاف، ما يكونش يعني في متناول الجميع. أول فيهم هو لو بوغ، الزبدة، الزبدة الحارة غالية بزاف، بصح حنا الله غالب الإنسان ما يقدرش يلحق لهذا الشيء، بصح نقصوا كاين الحوايج نقصوا قدر الإمكان يعني قدر الإمكان تكون نورمال، نحي شوية بزاف زعما اللي يقدر نحيه تقدر تنقصي نورمال، أضيفي الزيت سونغو تقدري تضيفي هذاك خير من الاخر. تقدري كاين حلوه كيما مقروط، اليوم انا درت لكم مقروط هذا في زيت زيتون باغزوم، كيما كعك النقاش هذا معروف بجايه غني عن التعريف، النقاش من زمانه متخدم بالتمر ولا بالكاوكاو ولا باللوز بيان سور، مي هو اكثر من بجايه حنا نديروه بالكاوكاو ولا نديروه بالتمر. انا دخلت فيه الكرموز اي وخرج لي ما شاء الله، خدمتو كيما رانا نخدمو التمر نورمال، فورتو ورحيتو الحمد لله، دوكا كاين لي اشواغ كاين التاويل وكاين دوكا، عجنتو خدمتو درتلو يا ندير لو دي فوا سيتو بزيت الزيتون، بصح هنا سورتو هنا في الجزائر شويه ما يحبوش بزاف لو كو تاع ما تقبلوش زيت الزيتون مع السكري تو سا، الو درتلو سيت نديرو هذاك دو بور خرج لي تحفه، خرج بنين وهايل ونقص سكر وصحي باين حتى في القران هو قال لك التين والزيتون. هذه لا مارغارين 250 غرام، اوكي داك 250 غرام فيها ثلاث مغارف تاع السكر. هذه حلوه جافه، حلوه جافه هذه ثلاث مغارف من السكر. هذا مكان واش عندها، هذا مكان يعني هذا مكان هنا راكي تخلطي في المكونات يعني باش تبدي تجيهم شويه ماشي حاجه باسكو ما عندهاش زيكو اليوم بزاف تي فرينا ديريكت. قدري ديري 35 غرام قدري لا فاس ما تقدريش تحس بها. يا قد ما تديري لا فارس ميو هي اللي دير لها البنة. كيما الفارينة لازم نحي لا فارين بلونش، سكر بلون لازم تنحيه. دايوغ سييت اني بديت ندخل شويه لي برودوي، عندي هذه السوفارين ودو بلي مخدومه في الدار، مرات تخدمهم لي نجمع ربي يحفظها من عين الساره ندير لي هذا. عندك الفارينه اللي تعتمد عليها دوكا ان شاء الله باذن الله هذا سي بروجي، بصح قلت لك لي برودوي مازالهم جي با يو تو لي برودوي كو جوولي لك ديجا يسون شير، ولازم ثاني يكونوا صح ماشي نديرها في ليزين يقول لك سي بيو كامل، انا حبيت نديرها من المرا ديريكت من تكون يعني ما كانش في هذيك
شغل في لي بواط و نو حبيتها هكذا تجيني مباشرة. هذه ثاني توجور سون فارين تاع هذه الشعير هذيك القمح هذه الشوفان باردون هذيك تاع القمح وهذيك الطبسي هذاك الصغيور هذاك الشيشة تاع القرط ثاني تاع القمح وهنا حمستيها لا لا هي لا كولور تاع هكذا اي مسكوني با اي تاع القمح ايضا راكي تنظمي ورشات تكوينيه اللي تعلمي من خلالها يعني النساء اللي يحبوا يتعلموا الحلويات على هذه الطريقه. حبيت ندخل سورتو البنات ما يعني نساء باسكو كاين نساء لا بلوبار في الديور حبوا يديروا هذه المهنه يعني يساعدوا روحتهم ولا يديروا لولادهم ماذا بيا ندخلهم هذه العقليه تاع تحنق السكر تاع الصحي تنقصي للماكسيموم. كاين دي فوا كاين حلوه بسيطه تقدري تخدميها وتنكل وبنينه وخفيفه وتصلح تكون صحيه خصوصا للاطفال للاطفال. وشنو هي النصيحه اللي توجهيها يعني لكل المستهلكين لاقتناء كل ما هو صحي؟ شوفي التوعيه نوليو توجور للتوعيه نحوسوا نفهموا دوك الحمد لله كاين كاع التاويل كاين تقدري تقفي روحك انا وحده كل ما نحصل في حاجه نجري مالغري نشوف لي ريزو سوسيو كامل نعاود نروح للانسان فوالا تبحثي باسكو دي فوا هادو لي ريزو ما تلقايش ديما 100% دي فوا يغلطونا دوك انت تاني تزيدي تروحي تسقسي يا ميدسان ولا تروحي للابو ولا نيمبورت انت تشوفي واش راك يخصك واش حبيتي تفهمي تروحي ولا تقراي وسي تقدري تقراي كاين دي ليفس كاين كلش اكيد اي حوسي توجور الواحد يحوس يفهم حاولي تثقف روحه. سيدة والدة يعطيك الصحة شكرا لك وكل توفيق والنجاح نتمناه لك في هذا المشوار. إذا من خلال هذا المشروع تسعى السيدة والدة إلى المساهمة في نشر ثقافة استهلاك كل ما هو صحي والابتعاد عن مختلف المواد التي لها أضرار على صحتنا. يد تعمل يد يحبها الله. إلى اللقاء. سلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في ربوع هذا الوطن الحبيب وحتى خارجه. تحية خالصة وخاصة جدا من برنامج سلام عليكم إلى كل الجالية الجزائرية في كل مكان ونعلم جيدا مدى اعتزازها ومدى فخرها بالجزائر وفخرنا أيضا واعتزازنا بكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام. إذا ركن البيئة والحياة بعد هذا الفاصل. سلام عليكم.